بسم الله. النهارده ان شاء الله في ميكانيكال دروينج معانا رسمه جديده للبولي براكت، هي الرسمه اللي معانا دلوقتي. السؤال بتاع الرسمه هيبقى عباره عن تجميع للقطع او للاجزاء بتاعه الرسمه وتهشير ليها وعمل اليفيجن وبلان للرسمه. ان شاء الله هي دي اللوحه اللي معانا فيها اليفيجن وبلان. عملنا للرسمه تجميع وتهشير، هنشوف الكلام دلوقتي مع بعض على اللوحه. معانا النهاردة لوحة بولي براكت نفس المرة اللي فات بالظبط، طالب مننا ان احنا نجمع القطع، مدينا 6 قطع او 7 قطع تقريبا، طالب مننا ان احنا نجمعهم ونعمل سيكشن في الاليفيجن، في منتصف الاليفيجن، ونعمل سايد فيو. السؤال هيطلع قدامنا دلوقتي، هو عبارة عن 7 قطع، 8 قطع سوري. اول واحد براكت، تاني واحد شافت، تالت واحد بيرنج، رابع واحد فلات بيلت بولي، و5 في بيلت بولي، ورقم 6 عبارة عن ووشر، و7 بلرال كي، و8 وودن راف كي. هي اللوحة اللي معانا دي. هنبدأ بالإليفيجن، هنبدأ بالبراكت، هنبدأه من تحت. الطول بتاعنا 76، دي هتبقى 76 من تحت، وبعدين هنقوم طالعين مسافة 12، وبعدين نرسم الرسم عادي جدا نفس المرة اللي فاتت بالظبط. نقوم داخلين المسافة اللي هو قايلنا عليها، اللي هي دي عبارة عن 40 من المنتصف بتاعها، وبعدين نقوم طالعين الطول كله عبارة عن 120 من هنا لحد خط المنتصف اللي احنا عملناه في الدايرة، يعني من أول الأرض لحد خط المنتصف هنا 120، وفي 29 لفوق، ده الطول لحد آخره. تمام. السيكنس بتاعنا هنا 12، والمسافة دي 10. كده احنا عملنا الجزء ده، ده مفهوش اي مشكلة. المسافة اللي هنا بتاعتنا هنا عبارة عن مساحة او طول عبارة عن 28، والتخانة بتاعته عبارة عن 50، فالفرق ما بينهم هيبقى عبارة عن 50 ناقص 28 اللي هو 22. التخانة دي هتبقى عبارة عن 22 على 2، هتبقى 11. تمام. والمحيط بتاع المنطقة دي 37. كل ده هيخدمنا لما نيجي نحط الشفط، وهنحط على الشفط الفي بولي، الفي بيلت بولي. تمام. فدلوقتي احنا بعد ما عملنا البيز بتاعنا او البراكت بتاعنا، هنحط فيه الشفط. الشفط بتاعنا متقسم ل1 2 3 4 5، 5 أجزاء. أول جزء من الناحية اللي هنا خالص 28، وبعده الطول بتاعه 40 مع المساحة 28، التخانة بتاعته M16، يعني هنقول إن هي زي الصواميل والمسامير. هنقوم عاملين 16 في 1.1، هيطلع لنا 17.6، يعني التخانة بتاعت دي هتبقى 17.6. والجزء اللي بعده هيبقى 18، التخانة بتاعته 18، مفهوش أي مشكلة. اللي بعده 20، اللي بعده 32، سوري 16، اللي بعده M20، مفهوش أي مشكلة. هو الجزئين بس دول اللي هنعملهم بالإم، الأجزاء اللي جوه كلهم التخانة بتاعتهم مديها لك على إنها قطر الدايرة، فمفيهاش أي مشكلة ولا أي تغيير. وكده كده انت لما تيجي ترسمها هتحط فوقها الفي بيلت بولي والفلات بيلت بولي، فما فهمش اي مشكلة خالص. بعد كده هنقوم حاطين الجزء بتاع الفي بيلت بولي، الجزء ما فهوش اي مشكلة. الطول بتاعه كله 180، يعني احنا هناخد دلوقتي خط من هنا في المنطقة دي، التخن بتاعه 48، هنا هيبقى فيه خط طول 48، والطول بتاعه هيبقى 180. ونفس الموضوع هنقوم واخدين خط من نقطة من عند هنا 160 ناقص 180، يعني هناخد سنتي، هنطلع من هنا سنتي ومن هنا ننزل سنتي، ونقوم واخدين طول تاني، مفيش أي مشكلة. التخن بتاعه عبارة عن 12، فاحنا هنقوم واخدين من نقطة المنتصف 6 ملي و6 ملي، ونقوم موصلين الطول بتاعنا اللي هو احنا قلنا عليه لحد هنا، هو من هنا لحد الجزء ده 28، يعني 14 من هنا لهنا
14، ويبقى احنا كده وصلنا للجزء ده، ونقوم موصلينه بالجزء اللي هنا مفيهوش اي مشكلة، ونقفلينه على بعض مفيش اي مشكلة خالص. الجزء بقى اللي في النص ده عبارة عن 50، المنطقة دي عبارة عن 50 في العرض بتاعها اللي هو 36، مفيش اي مشكلة، ونقوم موصلينه ببعض واخدين له كيرف خفيف، هو مش قايل لنا هنا الكيرف كام بالظبط، بس نقدر نجيبه من حيث ان احنا نجيب المسطرة بتاعت الدوائر بتاعتنا ونقوم حاطينها على المساحة ونشوف انهي احسن دايرة هتناسب المكان ده. 7 ما فيهاش اي مشكلة، حتى لو هي مش موجودة انت كده كده بتستنتجها، انت كده كده عامل ده خط مستقيم وده خط مسطقين، فانت لما تيجي تحط المسطرة عليها هتلاقي الدايرة المناسبة ليها بالظبط، دي ما فيهاش اي مشكلة. بعدها هنقوم رايحين للفلات بيلت بولي اللي هو الجزء ده، نفس الموضوع بالظبط ما فيهوش اي مشكلة، ويمكن اسهل كمان. هو عبارة عن تخم 90، يعني الطول ده عبارة عن 90 في طول 110، عرض 90 في 110، والطول التاني 100، يعني 5 مللي، هتقوم ناقص من هنا 5 مللي ومن هنا 5 مللي، وبعدين تقوم واخد طول 84، فدي كلها 84 هنا، والحتة دي كلها 90، ودي 84، والفرق ما بينهم هو المنطقة دي. بعد ما تعمل الأجزاء دي طولها 32، وبعدين نقوم حاطين الجزئين اللي هم البيرنج والووشر. تمام، الووشر بيبقى مكانه هنا في المنطقة دي، والبيرنج هيتحط هنا مفهومش أي مشكلة، هو أصلا عبارة عن طولين في بعض، طول وعرض بس مفهومش مشكلة. وكده انت خلصت الاليفيجن، وكده كده هو مديلك في الرسمه السكشن بتاعك، احنا يعني حاطين لك السكشن ازاي، بس لو ما ادهلكش فانت كده كده ممكن تتخيلها عادي جدا، دي عباره عن دايره، فالجزء لما هيتقطع ده مفرغ وده مفرغ وده مفرغ وده مفرغ، الجزء اللي هيحصل فيه قطع او هيتقطع يعني هيبقى الاداه اللي انت هتقطع بيها هتلمس الجزء ده بس كده، هي دي المناطق اللي هتتحشر. وخلي بالك التقشير يبقى منظم ومظبوط، ولما تبقى منطقتين جنب بعض، يعني دي هيحصل لها تقشير مع انها قطعة تانية خالص، لما تيجي تعمل لها تقشير تعمل لها تقشير بعكس الاتجاه او بمسافة اقل، دي اهم حاجة في الموضوع. هو ده البيرنج ما فيهوش اي مشكلة، عبارة عن 36 طول في 68 عرض، ما فيهوش اي مشكلة. عشان بقى تعمل سايد فيو، السايد فيو بتاعك انت بتبدأ تبص من الناحية دي، فأول حاجة هتشوفها هي حاجتين، الفي بيلت بولي والبيز اللي هو البراكت، هو دول الحاجتين اللي هيبانوا عندك، وهتلاقي الجزء ده من الشافت، هو دي الحاجات التلات حاجات اللي هتبان عندك. عشان تقدر توصل للأطوال بتاعتك ممكن تسأل على نفسك بإنك تقوم حط المسطرة تي هنا وتقوم موصل خط كده، انت عرفت المسافة بتاعتك، تقدر تجيب بعدها البرجل وتقوم حاطط الراس بتاعت البرجل عند نقطة المنتصف، وتقوم فتح البرجل للمسافة بتاعتك وتقوم عامل الدايرة كده، انت عملت أكبر دايرة. بعدها ايه اللي بيبان عندك؟ المنطقة دي، الحتة دي، لأن انت لو بصيت من هنا هتشوف دي والخط ده، فتقوم عامل خط من هنا تاني موصل لحد هنا، وتقوم عامل بنفس الطريقة الدايرة. اللي هيبان عندك بعدها المنطقة دي، لأن هنا في كسر، هنا في فرق في الإضاءة، هي دي الحاجات اللي بتفرق، فأنت لما تيجي تبص من هنا تقوم عامل خط تاني وتقوم عامله بالدايرة مفهوش أي مشكلة. المنطقة دي هتقوم واخد خط هنا وتقوم عامل الدايرة مفيش أي حاجة. المنطقة دي ودي، دي منطقتين، دي دايرتين، دايرة هنا ودايرة هنا، بتقوم عامل دايرة هنا ودايرة هنا ودايرة هنا مفهومش أي مشكلة. بعدها بتقوم عامل شكل سداسي بالمسطرة بتاعت الأشكال السداسية بتاعتك، أو بالمثلث أو المسطرة العادية، بس هتبقى الزاوية ما بينهم 60، 60 في 6 360،
فلازم تبقى ما بين كل زاوية والتانية 60 عشان تقدر تظبطها تبقى معمولة مظبوط بالظبط. ايه بقى الحاجة اللي هتبان تانية كده؟ انت عملت الشافت والفي بيلت بول، هما دول كده اتعملوا. اللي هيبان تاني هو البراكت، البراكت بتاعك مش هيبان منه غير الجزء ده، فانت لما تيجي تبص هتلاقي ان الجزء اللي هيبان منه هو المنطقة دي كده. المنطقة دي ايه اللي باين منها؟ البيز، الأرض بتاعتك، هتعملها سهلة جدا، ممكن تاخدها خطوط من هنا عشان تسهل على نفسك، ما فيهاش أي مشكلة. والطول اللي هنا ده بيبان لك في السؤال، ما فيهوش أي مشكلة. والزاوية دي، الزاوية دي عشان تقدر تعملها نفس المرة اللي فاتت بالظبط، هتشوف المسافات اللي هو مديها لك. المسافة اللي هو مديها لك عبارة عن مساحة الدايرة اللي هي 50، دي 50 من في هنا نقطة 50، فهتلاقي 25 هنقسمها على الاتنين، فهتبقى هنا 25، هتلاقي في نقطة هنا كده، وبعدين هتقوم واخد خط من عند النقطة دي موصله بالدايرة اللي هنا. هي مش الدايرة دي طبعا، هي في دايرة هنا على بعد 25 اللي هو 2.5، وتقوم موصلهم ببعض كده. انت عملت الجزء اللي باين من البراكت، وكده كده هو مش طالب منك سيكشن ولا اليفيشن ولا سيكشن ولا هاف سيكشن ولا اي حاجة، فانت كده تعتبر خلصت الرسمة، مفيهاش أي مشكلة وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.